علاش دابا كنشوفوا اغلبيه ديال الفرق كتشري ولكن ما كاينش لاعبين نجوم؟ كنهضروا على طينه ديال مثلا في المهاجمين، كنهضروا على بيدودان كاماتشو الغريسي، علاش دابا ما كنشوفوش يعني بحال هاد الطينه ديال كومسي وشلا؟ واش المشكل هنا كاين في القدم ولا المشكل كاين في التكوين اللي كنتي كتهضر عليه من قبيله؟ غنجاوبك وبكل صراحه، واخا الجواب ديالي غادي يقيس بزاف ديال المؤطرين، ولكن مادام انا في هذا البرنامج صراحه وقدام هذه الوجوه الجميله لابد على ان نقول لا فيريتي، نقدر نتكلم معك اللي بغيتي الصراحه اللي صراحه اللي كان. صراحه ما كانش علاش ما الارض ما بقاتش كتنجب لنا لاعبين في المستوى ديال الاسماء اللي ذكرتي. المده ديال التكوين قليله، انا نعطيك يعني داك لا فاز دو بريباراسيون ديال لا فورماسيون ديال لي جوار قليله بزاف باش تعطينا واحد اللعاب كامل. ملي كنقولوا كامل يعني تقنيا بدنيا حتى في الكوتي بسيشيك اللي هو مهم، لابد على انه خصو ياخذ واحد الجرعه ديال السوايع ديال التكوين. السوايع اللي كناخذوا ديال التكوين قليله، يعني في ديرنييرمون في احصائيات ديال اللاعبين في القيمه ديال لي غران جوار رونالدو وميسي كاينه واحد 18 حتى 19000 ساعه في لا فاز دو فورماسيون. حنا ما كناخذو حتى 4000 حتى 3000 ساعه ما كناخذوهاش. كيف الله اعلم، وكيفاش بغيتي هاد النجوم الله اعلم. هاد الاسماء اللي ذكرتي عليهم عطا خداو هاد الجرعه، ما خداوها في الشارع. صحيح، خداوها في الشارع لانه لا. الشارع صح. كان كيكون انا تكونت في الشارع، كنت كنلعب 3 4 ديال الماتشات باغ جوغ. ملي كنقول 3 4 ديال الماتشات باغ جوغ في حي شعبي باغ فوا كنا كنلعبوا بالفلوس، صافي دوك كنلعبوا فرقه ضد فرقه بالفلوس. علاش؟ باش كتكون داك الموتيفاسيون تحفيز. شنو هو تحفيز مادي؟ حيت باش بور غاني دو لارجون في داك الوقت كتلعب الكره باش تربح الفلوس.